كابتن علاء نتيجة منطقية. منطقية؟ طبقا لأحداث المباراة، ما بتكلمش على اللي احنا قلناه قبل المباراة، بتكلم طبقا لأحداث المباراة. هو أنا بالظبط يعني زي ما يكون السيدو اللي فات هو نفس الشكل ونفس الأداء ونفس كل حاجة، وطلعت 0-0 اللي هو ويستر كامبري، وبرضه النهارده 0-0. أنا ما شفتش حاجة اتغيرت بصراحة خالص خالص. تفكير واحد اللي هو مضايقني جدا، أنا بجد متضايق جدا يعني. تفكير بالنسبة لتفكير بعض اللاعبين اللعيبة يعني، مش جواب يعني اللعيبة نفسها، هي بتفكر في إيه؟ بتفكر في إيه؟ وعايز نفسي أفهم إيه طريقة الكلام بتتقال. أنا عم بكلم لعيب صغير أو ناشئ، بلاش صغير دي، ناشئ وجات له الفرصة دي، أنا طريقة كلامي دي إزاي؟ إن هو يستغل الفرصة دي ويبذل أقصى يعني، عايز أفهم الاستعداد النفسي إزاي للعيب. لأن أيمن يعني سيبك بقى من الكوره والفنيات، اللي احنا ما فيش ولا كوره ولا فنيات، عشان بس ما تعبش نفسنا. النهارده المباراه بالظبط فيها تصدي لمصطفى شوبير وتصدي لمحمد فوزي، وتروح عامل علامه اكس كده على المباراه، خلاص ما تتكلمش عليها بقى، لان هي ما فيهاش حاجه، ما فيهاش كوره. ليه؟ كوره عشان يعني الفرقتين نفس الشكل، يعني مفيش هدف مثلا؟ مفيش هدف، نفس الشكل، نفس الطموح. يعني انا اسف طبعا، لو غيرت التيشيرتات والله العظيم ما هتلاقي فرق. والله ما هتلاقي فرق. بس دي مسؤوليه لعيبه بس ولا لا؟ إيه؟ مش لعيب بس، إيه لعيب وكل الناس اللي موجوده. حتى لو اللعيب كده ايمن، يعني المباراه الاولى ماشي، الثانيه ما ينفعش. وبعدين يعني اللعيبه دي، وانا محتاج اكلمك اقول لك ان انت جات لك فرصه عمرك، ده اللي كنت هقوله لك، جات لك فرصة عمرك ان انت تقول انا عايز ابقى موجود في النادي الاهلي، ويبقى ده رد فعلك؟ ايه ده؟ ايه يا بص يا ايمن، على فكرة انا بحاول انقي الكلام. سلبية مش موجود، يعني انا شفت سلبية كده، لا مبالاة، لا مبالاة، مش موجودة. ايه ده؟ على فكرة من يعني التخيل، انت اللي عنده روح شوية وعنده يعني حرارة شوية في اللعب، الناس الكبيرة اللي هي انت يعني انت مقيمها وتمام، يعني الباقي ايه؟ يعني واحد راجع من اصابه، واحد ما بيلعبش، واحد يعني ناشئ عايز يقول موجود، ايه الريتم ده؟ وايه التفكير ده؟ وايه الاداء ده؟ وايه السلبيه دي؟ ايه ده؟ في حاجه اسمها اعداد نفسي للمباراه، حاجه بتعدها لنفسك انت، وبتيجي حاجه تانية من المدير الفني والاداره وكل حاجه. كويس، انا هبعد الجهاز الفني والاداري. كويس، لو حضرتك ما عندكش الاحساس ده من جواك، ما تنفعش في النادي الاهلي. كلمه واحده، كان دايما الكابتن بيقول لك انا كنت بعد نفسي، ما هو ده يعني بعد نفسي ايه؟ مش بعد نفسي انا بمرن، لا بعد نفسي يعني انا عندي مباراه بكره. ايه ده؟ انا هلعب بكره وهبدا والبس تيشيرت النادي الاهلي والناس كلها تشوفني وتقيمني، يبقى انا اعدادي بيني وبين نفسي مش محتاج مدير فني كاني في حاجه. مدير فني هيقول لي بس طريقه اللعب والخطوط العريضه وتتحرك ازاي والكور الثابته والكلام من ده وشكل الاداء ازاي والكلام ده اللي هو شغله. انما انت شغلك انت ايه؟ انت كلاعب عايز ايه؟ ما هو دي خد بالك يا ايمن، دي مشكله. لان دي ولا يعني ولا مثلا هدالك في عصير اشرب ولا حاجه خالص. ممكن اكلمك عنفك، بس واضح ان مفيش حد بيعنف حد. دي كمان نقطه ثانيه، لان الاداء الشوط الاول هو اداء الشوط الثاني، نفس الريتم نفس الريتم، نفس التفكير نفسه هو مفيش حاجه خالص. انت كان ممكن تغير شكلك لو جه في الجول، مش عشان حاجه، عشان هو ايه ده النادي الاهلي جه في جول والجماهير هتقلب الدنيا وما ينفعش. لكن طول ما 0-0 هو بالنسبه له الاسماعيلي مش فارق معاه حاجه خالص. الاسماعيلي خلاص يعني ضمن البقاء في الدوري، ودي مش فرقه الاسماعيلي، دي مش اسماعيلي ده، يعني خلاص الحمد لله يعني خلاص موجودين في الدوري ممتاز. لكن ده مش فريق الاسماعيلي بتاع السنين اللي فاتت، عشان بس نتكلم كلام منطقي. واحد هيقول لي وده مش فريق الاهلي، ده مش فريق الاهلي، انا معاك، بس انت النادي الاهلي. الاسماعيلي الحمراء. ماشي، انت النادي الاهلي، الاسماعيلي بيقضي الموسم عشان يبقى خلاص في مركز خلاص تمام. انت لا، انت جات لك فرصه عشان تقول انا موجود، عشان الموسم القادم ان شاء الله يبقى لا انا عايز اتأيد وعايز ابقى موجود وليا دور وليا مكان. هو ده الكلام اللي فكر فيه، ما فكرش في النتيجه. النتيجه اتشالت من عليك. انا اكتر حاجه مستغرب لها يا ايمن، ان انت مش مطلوب منك حاجه، يعني مش مطلوب منك نتيجه، مش مطلوب منك ان انت تتنافس على دوري،
أيوة. لكن مطلوب تقول انا موجود، مطلوب يبقى في شكل اداء، مطلوب يبقى في روح، مطلوب يبقى في معدن النادي الاهلي، النزعه اللي عندك، الشراسه اللي عندك، غيرتك على النادي الاهلي، غيرتك على الشيرت الاحمر اللي انت لابسه. انما المباراه دي لو قعدت 3 ايام هتطلع 0-0، 3 ايام متصلين 0-0، هي كده شكلها كده، مش هزيد عن كده. مباراه كلها هنتكلم على فرصتين، واحده هنا واحده هنا، 94 دقيقه ولا 93 دقيقه فرصتين، ومباراه انت مش محتاج منها حاجه، ولا بتنافس على دوري ولا حاجه. يبقى انت يعني كان من المفترض ان الاداء يكون احسن من كده، ده من هنا واللي قبليه واللي قبليه. انت فاهمني؟ المفترض الاداء يبقى النهارده احسن من مانشستر كامبن، لكن لا، هو لو 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 جبت لقطات من هنا ولقطات من هنا اللوم بس، هو نفس الاداء ونفس الريتم ونفس الشكل ونفس التمريرات الغلط ونفس التاخر في التمرير ونفس ما فيش جديه، ما فيش نزعه، ما فيش شراسه، ايه؟ ما فيش الاولويات بتاعه لعيب النادي الاهلي اللي هو عايز تقوله موجود. يعني النهارده زياد لعب الشوط الاول، انت حاسب بيه؟ لا، احنا بنقول كويس ولعيب مهاري وي وي، عنده امكانيات، عنده، بس انا قلت لك من الاستوديو اللي فات، قلت لك لازم يتداس عليه عشان حته الاستمراريه. ياما لعيبه كتير جدا من قبل كابتن شريف، وما كابتن شريف لو قلت هيقول لك ده كان زمان فيه في حته لعيب ومهاري وي، بس فين؟ خلاص انتهى، لان ما عندوش استمراريه، ما عندوش طموح، ومش عايز يلعب. ايوه، لكن في واحد ممكن يبقى اقل منه، بس طموحه في السماء، ما يضيعش 10 دقايق غير لما يقول انا موجود وعايز العب، انا نفسي العب، زي ما كلنا كده. احنا كنا انت افتكر انت لعبت ازاي ايمن وبلال كابتن شريف؟ فرص، افتكر فرصه لما بتبقى عارف انك هتلعب قبلها بيوم بالليل، بتروح ما كانش في معسكرات ولا حاجه. أيوة. بتروح بتنام انت كل تفكيرك بتحلم بالماتش، بتحلم بالماتش، وبتحلم في صفاره الحكم، هتعمل ايه؟ وانا بكره لازم لو لعبت هعمل ايه بالظبط؟ انا بقول له تعمل ايه، هو ده الاعداد النفسي ليك انت. انا بكره لا، انا ما قلتش هلعب ازاي، انا بقول لك هموت نفسي بالظبط. بس هو ده اللي احنا اتربينا عليه، وده المفروض يتعمل. لكن صح. على فكره معلش انا بعتذر، ولا اتعمل الماتش ده ولا اللي قبله ولا اللي قبله، كلها نفس الشكل ونفس الريتم ونفس الاداء ونفس اللامبالاه، ما ينفعش. يعني معلش ما ينفعش، في لعيبه بتاخد فرص كتير قوي، ما ينفعش، وفي لعيبه محتاجه فرص. يعني معلش مع احترامي الكامل، محمد محمود ده كان لازم ياخد كل المباريات اللي فاتت، لازم تسيبه في الملعب كل المباريات اللي فاتت، لازم حتى لو وحش، لان ده محتاج مباريات. ده نوعيه لعيب كويس لكن محتاج مباريات، في ناس تانية بتديها وقت زياده قوي، مفيش انتاج. ما انا بقيسك كلاعب كوره بانتاجك. ايوه، انا هاجي اقيمك ازاي انت كايمن كفيرود؟ انتاجك على الجول، مردوده، رحت كم مره وعملت كم مره وفضحت كم فرصه وجبت كم جول، حتى لو مش ربنا مش كاتب لك انك تجيب جوال، بس انت رحت كم مره للجول، عملت كم مره خطوره، ساعدت زميلك ازاي؟ هو ده يا جماعه كره القدم. انما الاداء الروتيني ده اللي بحرق بيه الوقت، لا معلش، الاسماعيلي يلعب كده، استر كامبن يلعب كده، كل فرقه مصر تلعب كده. انما تيجي عند النادي الاهلي، لا، مش النادي الاهلي اللي يلعب كده، انا بضيع وقتي وخلاص، و90 دقيقه وانتهت و0-0 وانا فرحان عشان ما جاش فيها جول النهارده، ما جاش فيها جول الماتش اللي فات، ما جاش. طب وبعدين إيه؟ وانت ما جبتش جول ليه؟ ما ده انت النادي الاهلي، ده انت النادي الاهلي اللي هو بتدور على اكبر كم اهداف تجيبه.